الله خلقنا ليرحمنا وكتب على نفسه الرحمة. شيء عظيم. إذا الإنسان قال فت كلام يلتزم بكلامه، مو هالشكل الرجال أتكلامه أتقوله أعطيك يعني أعطيك. مثلا رب العالمين كتب على نفسه الرحمة، يا خير من سئل ويا أرحم من استرحم. يعني أنت الرحمة اللي تشوفها في الدنيا، الأم ترحم أطفالها، الحيوانات ترحم بعضها، هذا واحد بالمية من رحمة الله يكملها يوم القيامة 100 رحمة. يرحم ويرحم ويرحم ويغفر 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 حتى يطمع إبليس في رحمته. يريد يرحمنا، يريد الخير لنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده.